السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايين لحضراتكم بالشغل الجديد اللي هي الفوطة بتاعت الإزاز اللي هي التلاتة مع بعض دي، الناس كتير كانت طالباها مني، وفي برضو اللي هي الخمسة منها دي عاملة عليها عرض، سعرها مفاجأة في آخر الفيديو، تابعونا عشان تعرفوا سعرها. حارق سعرها طبعا زي ما انتم متعودين من جروب حاجات المحتاجات ست البيت على حرق الأسعار، أقل أسعار في السوق. وفي برضو اللي هي السكينة الإسباتيولا دي اللي طالعة جديد، دي عم نعرض عليها ب17.5 بدل 25، سيليكون جامد، مرق قوية جدا. وفي طعم التلاجة ده بقى تبع شركة مينترا، هي يا مينترا، بلاستيك بتاعه عالي جدا، واللي هو الفايف بي دي، تلات مقاسات الطعم كده، تلات مقاسات، اصغر علبة اللي هي دي تاخد 2 لتر و300 مللي، التانية 3 لتر، والكبيرة خالص 4 لتر. دي جميلة جدا، وعامل عرض عليها بدل 75 و65 55 جنيه، وفي منه أزيد من 6 ألوان. وفي برضو كل هو طبق الفاكهة دون ده عامل عرض عليه، عامل 50 جنيه بدل 65 جنيه، في منه برضو ألوان. نبتدي معاكم بالفوط، عشان الفوط النهارده عاملين عليها عروض جامده جدا. دي انا حريق. دي فاكرين كنا بنبيعها بكام يا جماعه؟ دي كانت الواحده ب 15 جنيه و12 ونص، لا ما كانش ب 12 ونص، كانت ب 15 جنيه و17 ونص. دي النهارده سعرها مفجأة، الواحده ب 10 جنيه، يعني اقل من نص سعرها، اقل من سعرها جمله. دي جملة ده كانت ب 13 جنيه، عاملة عليها عرض ب 10 جنيه، يعني أقل من سعرها جملة. اللي هي الفوطة اللي عليها رسمة العروسة الكبيرة دي، طولها 70 × 40 سنتي، كبيرة جدا، سعرها تحفة. وفي اللي هي الفوطة دي، هي تقدر نفس الحجم بتاعة الفوطة دي، دي عاملة 7.5 في العرض، يعني 34. في اللي هي الفوطة الجرافطة دي عاملة عليها عرض ب 5 جنيه، فيها أزيد من 7 ألوان أو 8 ألوان منها. في اللي هي الفوطة الوشين دي ألوانها اهي، الموف والأخضر والأصفر، في منها الأزرق، وفيها ألوان تاني كتير. دي أنا عاملة في العرض اهي، دي عاملة في العرض 10 جنيه، دي اللي هي التقيلة وزنها 75 جرام. وفي اللي هي السفنجة السحرية دي، مش هتصدقوا سعرها، دي اللي هي الخامة الأولانية اللي هي العريضة، عشان في منها اللي هي الصغيرة في السوق، دي منزلين عرض عليها 4 ب 10، يعني الأربعة ب 8 جنيه، بس العرض ده طبعا للمشتركين معانا في الجروب بس، يعني الواحدة واقفة بدل 5 جنيه ب 2.5، يعني بنص السعر. وفي السباكين دي برضو ناس كتير كانت طالباها، الستة عاملة 10 جنيه. في اللي هي السكينة دي بقى، السبعة اللي هي الكبيرة هي ده عاملة 15 جنيه، سلاح حموس. وفي برضو كل هو الفوم الحجري عامل 30 جنيه، في الألوان بتاعته هي لازم 4 ألوان. في الترابيزة بتاعت اللاب دي عاملة في العرض 100 جنيه، الحامل بتاع الأساس لسه العرض شغال عليه برضو 50 جنيه. المبشرة دي أنا عاملة في العرض 25 جنيه. الكشاف اللي هو بالمروحة دول ده لسه العرض شغال عليه برضو 55 جنيه، اهو اللي هو الكشاف والمروحة سعر الكشاف العادي. في برضو كل هما الأربعة دول السدادات دول ده عاملين في العرض المصاف اللي هما بتاعت الحوض 12.5. وجبنا لحضراتكم برضو في الميزان عشان ناس كده كانت طالباه، وعاملين عليها برضو كعرض حلو ب 75 جنيه، هو جملته اصلا 75 جنيه، يعني احنا عاملين عرض عليه الثمن اهو عشان الناس كده كانت طالباه. في اللي هو الاحبال الكتان دي اللي هي المستورده مش المصري، عامله 10 جنيه في العرض، عامله الاثنين ب 15 جنيه. وفي اللي هي بتاعت السمك دي انا عامله 7.5 جنيه، في الوان برضو منها. وفي برضو كل هو الجردل الموب لسه العرض شغال عليه زي ما هو برضه 135. في الباسكت اللي فيه 7.5 جنيه، في ورق الزبدة ب 5 جنيه،
في اللي هو حامل الشنط ده، في منه 3 ألوان، الأسود والفوشيا والرصاصي، دي عاملة في العرض 30 جنيه. وفي اللي هي السكاكين دي عاملة 5 جنيه. في اللي هي الولاعة اللي هي الشارز دي أنا عاملة 20 جنيه، العرض 25. وفي اللي هو الشراب السيليكون اللي هو الصندل اللي هو فيه حتة دي زيادة عشان ما يتقلقش على طول بسهولة، دي عامل 20 الصندل، ودي الكعب عامل 7.5 في العرض. في قفل التلاجة جبنا لكم ألوانه 3 ألوان، ده عامل في العرض 7.5 جنيه، عامل في العرض 7.5 جنيه. في اللي هو القفل التاني ده عامل 10 جنيه. وفي اللي هو الغيار بتاع المساحة الباركيه عامل 10 جنيه. وفي المساحة الباركيه عامل 35. شماعة الترعة دي اللي هي المستوردة 28 عين، عاملة في العرض 25 جنيه. وفي اللي هي أشكال التلاجة دي أشكال كتيرة جدا، اللي هي الأشكال الجديدة عاملة في العرض 10 جنيه، أشكال كتيرة، ناس كتير كانت طالباها برضو. هي في اللي هي الصفاية ديت في الطعم 30 جنيه، وفي طعم المصافي ده 17.5. في اللي هو طعم الليف ده اللي هو بتاع التفال والجرانيت عامل 20 جنيه. وفي اللي هي الليفة الذكية اللي هي الاسبونج اللي هي الأصلية، هي ده عامل عرض عليها 3 بـ20 جنيه، يعني واحدة تعتبر واقفة بـ6.5 جنيه بدل 7.5. في اللي هي الوصلة بتاعت الحنفية دي عاملة 20، وفي 4 أنواع تاني كل الأنواع بتاعتها موجودة. في اللي هي الأقطاع دي عاملة في العرض 17.5 بـ 25 جنيه. في اللي هي الفرشة بتاعت الأزايز دي 7.5. في اللي هو المضرب اللي هو السوستة، في منه 3 مقاسات، أصغر مقاس بـ15، واللي هو المقاس الكبير ده منزلين العرض عليه بدل 25 جنيه 17.5. عدد كبير بدل 25 17.5، الصغير بـ15 جنيه. والمستكات السيليكون ده عامل 17.5، الثلاث ألوان فيه، أول في منه ألوان دي سيليكون حراري ضد الزيت، تكتب زيت بيغلي ولا يهمني، وعامل عرض عليه بدل 30 جنيه عامل 20 جنيه، أقل من السعر جملة. بس طبعا العروض دي اللي مشتركين معانا مش مشتركين 25. في اللي هي الكوبشة والمعلقة الخشب دي انا عامله في العرض 12.5، واللي هي الكوبشة عاملة 20 جنيه بدل 25. دي برضو كلها المسدس الشامي دول، ده اللي هو 40 واط، عامل في العرض بدل 65 جنيه و55 ب45 جنيه. في تشكيلة مشابك برضو جميلة جدا نازلة جديدة برضو، اللي هي مشابك دي ودي، دي عاملة لنا في العرض فيها 10 بـ10 جنيه. في دي انا فيها دستتين عاملة 10 جنيه. في دي مستوردة عاملة 15 جنيه فيها دستتين برضو. في دي انا عاملة 25 عاملة على عرض بـ20 جنيه. وفي اللي هي الشفاطات لسه العرض شغال عليها برضو 10 جنيه. دي الشفاطات دي برضو الكيس كبير، الكيس ده كله كده عامل 10 برضو. في اللي هي بتاع الحاجات السخنة المطر الكون الاسترات دي بـ5 جنيه، في اشكال كتيرة منها. في اللي هو الجوينت بتاع الحاجة السخنة بدل 55 عاملين عرض عليه 45 جنيه، ده اللي هو المبطن اللي هو الطويل مش في منه اللي هو القصير، ده اللي هو الكبير. وجبنا برضو القطاعات لحضراتكم، في منها مقاسين اللي هي البلاستيك اللي هي العريضة، ده عاملة عرض عليها 35، واللي هي الكبيرة عاملة 40 جنيه بدل 45 جنيه، مستوردة كمان مش عارف. في اللي هو طقم التلاجة العرض عامل 7.5 والتلاتة بـ20 جنيه. وفي اللي هي القطاعة المصفى دي لسه عرض شغال عليها 35. في اللي هي القطاعة شكل الفاكهة دي عاملة 40 جنيه، اللي هي القطاع الخشب 30 جنيه. في الشماعات دي
دي انا عامله في العرض 40 جنيه، في حاجه زي كده برده حلوه عامله خمس سعرها حلو 15 جنيه. وفي برده اللي هي النصفه دي صفيت النعال والسكاكين عامله 30 جنيه. وفي اللي هي الحاجات دي كلها ب5 جنيه، اللي هي الفرشه اللي هو حامل الشنط السدادة بتاعت البانيو، في دي ب3 ب10، في اللي هي دي ب5 جنيه اللي هي 3 فرش. وفي برضه كل هي المقصات دي انا عامل 7.5، المقص ده 17.5. وفي اللي هو المقص ده هو انا عامل 30 جنيه. في اللي هي الفرشة دي جميلة جدا، الناس بتاخدها تغسل بيها السجاد، جميلة جدا وتحفة وعملية، عاملها عرض عليها ب7.5. وبرده كلها العصائر بتاعت الليمون 12.5. في اللي الشاكوش بتاع البوفتيك عامل 10، النشابة السيليكون اللي هي الكبيرة عاملة في العرض 45، واللي هو المضرب السيليكون ده 12.5. وفي اللي هي الفرشة بتاعت عباس الشمس 15، والهراشة ولباس الجزم 5 جنيه، والليفة بتاعت الحموم دي 2 في 1 عاملة 12.5 بدل 20، رف ايكيا عامل في العرض الصغير 40 والكبير 50 جنيه. طبعا العروض دي مشتركين معانا في الجروب. وفي برضو كل هو اللزق اللي هو الرخامي كبير 25 جنيه بدل 35، والصغير في منه 4 الوان او 5 الوان عامل 20 جنيه. وفي برضو السفنجة دي عاملة 7.5، دي بتنفش. في القشارة دي تحفة برضو عاملة 10 جنيه. في المقاوير دي عاملة في العرض 20 جنيه. في اللمامة التركي دي عاملة في العرض 22.5، وفي منها اللي هي الستة ريشة عاملة 30. في اللي هي الشرشوبة دي عاملة 12.5. في الولاعة دي انا عاملة 10 جنيه، جميلة جدا. وده اللي هو الترمس ده عامل في العرض 55 جنيه. واللي هي الشوكة دي اللي هي العصافير دي شجرة العصافير 12.5. فحامل بتاع الريموت وصفايات المعالق ده 15 مستورد. دي بتاعت اليانسون الكبيرة دي عاملة 15. اللي هي السكاكين الجديدة دي تحفة سيليكون عاملة 17.5، تحفة بدل 25 جنيه، جميلة جدا. ناس كتيرة كانت طالباها برضه. وفي اللي هو الباسكت اللي فوق ده ليه كذا استخدام، ده عامل في عرض 12.5، ممكن يمشي صفايات معالي، ممكن يتعلق كده يتحط فيه ورد ديكور، ليه كذا استخدام عامل 12.5. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. هقول لكم على سعر الفوط دي، عاملين في العرض 35 جنيه، التلاتة بدل 25 جنيه 17.5 جنيه، اقل من سعرهم. طبعا العروض دي للمشتركين معانا في الجروب. اتمنى يكون العروض عجبت حضراتكم، وانتظر من الجروب حاجات محتاجة تسد البيت كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.